في عام 1960 كانت أول شرارة لبث التلفزيون العربية السورية. اليوم عام 2018، عام النصر. تمنيات كثيرة سنستطلعها في هذا التقرير، كونوا معنا. وكل عام وانتم بخير، والتلفزيون العربي السوري بخير، وسوريا الحبيبة بخير. بحب عايد كل العاملين بهذا المجال، إن كانوا إداريين أو فنانين أو مذيعين مثلكم. ويعني الحقيقة التلفزيون هو من هداك الوقت، أنا ما كنت يعني، بس عم بحكي من وقت ما كنت صغيرة، أكيد اتطور، بس للأسف عند فترة عم يتراجع. بتمنى أنه ما يتراجع، بالعكس يعني يرجع مثل ما كان وحتى يتطور أكثر. فنانين هنا جزء من التلفزيون العربي السوري بعيد تأسيسه، شو بتحبي تقولي أمنياتك كفنانة يعني لدعم الفن أيضا من التلفزيون العربي السوري، شو بتحبي تقولي؟ العيد التلفزيون العربي السوري بقول أول شيء تحية وفاء لسوريا الأم. تلفزيوننا نحن بنرفع راسنا فيه، عشنا على كل شيء حلو فيه، نتمنى يكون أفضل وأحسن، وبتمنى أن يكون في عنا قنوات أكثر لحتى درامانا السورية توصل لكل العالم وتكون يعني بالقمة دائما. كل عام وأنت بخير العاملين في مبنى الإذاعة والتلفزيون. طبعا نحن هلأ كنا عم نسجل بالإذاعة، وهي الأساس قبل التلفزيون حتى الإذاعة. أتمنى أنه يعني يصير تحسن أكثر بقنواتنا، ببرامجنا مستقبليا، وإن شاء الله كل سنة وانتو سالمين. فالتلفزيون السوري من تأسيسه حافظ على وطنيته وحافظ على ميزته الأساسية اللي أنه يقدم فيها كل شيء جديد وكل شيء بيخدم بلده. فنحن فخورين جدا بالتلفزيون السوري، وفخورين بكل البرامج اللي بتتقدم فيه. من هذا المنبر، الاستوديو الصغير الداخلي في قلب التلفزيون العربي السوري، وفي عيد تأسيس التلفزيون العربي السوري، كان للفنانين كلمتهم ومعايدتهم وتمنياتهم للتلفزيون والإعلام الوطني بالتقدم والازدهار. زينب مخلوف للإخبارية السورية، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، دمشق.